فرقة استاد مالي شفتها قبل كده يعني، حصل ليك ان انت شفت ماتشات ليهم قبل كده؟ يعني يعني ما لا يعني ما شفتش الماتش بتاع استاد مالي اللي هو كان في الكونفرنس. الكونفرنس شفت الماتش بتاع بيترو اللي هو بتاع الانجولي، الفرقه الانجولي، وشفت الماتش بتاع يعني شفت ثلاث ماتشات من اللي فاتوا في الكونفرنس. بشكل عام الفرقه دي يعني انطباعك عنها ايه؟ استاد مالي او اللي انت سامعه ممكن تكون فرقه تعمل مشكله للاهلي، ولا ان شاء الله الماتش في المتناول؟ لا ان شاء الله باذن الله الماتش يعني هيعدي باذن الله في المتناول باذن الله. هو يعني الفرقه بصراحه بتاعت انجولا هي الوحيده اللي انا يعني حاسس ان هي هيبقى الماتش في الجيم هيبقى في الملعب. هي انجولا من زمان وهي عقده بالنسبه لنا، سواء على مستوى المنتخب او الانديه. انجولا قعدنا حوالي 30 سنه مش عارفين نكسبها. 30 سنه من سنه 83، من ايام كابتن مدحت ورده الله يمسيه بالخير بقى طبعا. في استاد اسكندريه لما كسبناها سنه 83، شوف بقى لنا بتاع سنين يعني ليتلي عرفنا نكسب انجولا يعني فاهم. لكن طبعا فرق انجولا فرق قويه جدا، واعتقد ان هي الفرقه اللي هتعمل يعني هيبقى الجيم في الملعب ما بينها وبين لو الاهلي ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يوفقه ويعدي الماتش اللي جاي بتاع استاد مالي. المدرسه الماليه من المدارس اللي تعتبر محترمه في عالم كره السله التركيه جداً ولا جداً مش قوي؟ لا جدا جدا كويس. جدا فرقها كويسه وطول ده عمرها. ده تميز بايه يعني؟ المهاره العاليه، عندهم فيزيكال جدا عالي جدا. العيال بتوع مالي دايما الفيزيكال، هم الافارقه عامه يعني يعني طول عمرهم فيزيكال بلايرز، بينطوا هم ما شاء الله اقوياء، بينطوا عالي، بصراع اجسامهم قويه. دلوقتي لما بداوا يروحوا يعني يحترفوا بره ويلعبوا ويروحوا يلعبوا في امريكا في الجامعات والكلام ده كله، ده على كمان الباسكت بول بتاعهم. يعني هم ما شاء الله كفيزيكال طبعا طول عمرهم كويسين، لكن كمان احتكاكهم والاحترافات والدراسات والناس اللي بتدرس بره بتلعب في الدوريات بره في امريكا، ده عللهم جدا مستواهم في الباسكت بول. لكن بتشوف ان النوعيه دي اقابلها ازاي؟ ما انا لو دخلت خليت الجيم فيزيكال قصاد فيزيكال مش هكسب الباتل دي. اخسر طبعا، اخسر طبعا. فايه الاسلوب الامثل اللي انا اتعامل معاه؟ هو يعني ما شاء الله اوجوستي بوش او مستر اوجوستي يعني بيعرف يتحكم في التيمبو بتاع الجيم. يعني بيعرف يمشي الجيم زي ما هو عايز. يعني لو تلاحظ ان هو مسيطر على مجريات الامور من ساعه ما الماتش بدا لحد اخره، يمكن ما فلتش منه غير مثلا غير كام دقيقه كده طول الجيم، لكن ده هو طول الجيم هو مسيطر على الامور، ماشي التيمبو زي ما هو عايز، بيعرف يتحكم في الريتم بتاع الجيم. وده مهم جدا في المدير الفني ان هو يعرف يمشي الجيم زي ما هو عايز على مزاجه، ما يبقاش هو رد فعل الفرق. دي بقى باتل او الخناقه ما بين الاثنين كوتشز اللي واقفين بره. فدي طبعا هي يعني هي دي بتبقى الموضوع، مين اللي بيعرف يتحكم في مين عن طريق اللعيبه بتوعه وعن طريق الفرقه بتاعته. بس لو انت ما عندكش سكواد قوي ايا كانت افكار المدرب مش هتحلك ان انت تبقى بالشكل ده. اللعيبه هي السكواد يعني هي بتبقى العناصر اللي انت هي القوه اللي في ايدك فاهم. فانت النهارده لو اللي في ايدك ده مش قوي، ما انت كده كده مش هتعرف تنفذ عليه حاجه فاهم. هيبقى الاساسيات بتاعته وحشه مش هتعرف تنفذ عليه حاجه. لو لعيبه مثلا ما بتعرفش تشوت كويس، ما انت مش هتعرف تلعب على الكلام ده. اللي هعمله نتيجته